سؤال: ما هي كلمة الله وماذا ينبغي أن نعمل بها؟ سؤال جميل. الحقيقة هو يعتبر سؤالين في بعض. فأول جزء في السؤال ما هي كلمة الله، والجزء الثاني ماذا ينبغي أن نعمل بها، أو بمعنى أدق إزاي نطبقها في حياتنا. هستعمل الكتاب المقدس، هقول 7 نقط بتشرح ما هي كلمة الله حسب الكتاب المقدس، وبعدين بنعمة ربنا أقول 7 نقط تانيين ماذا ينبغي أن نعمل بها. الجزء الأولاني، ما هي كلمة الله؟ أول واحدة، كلمة الله مستقيمة وأمينة. ده اللي قاله داود النبي في مزمور 33 عدد 4، لأن كلمة الله مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. كلمة الله مستقيمة وأمينة. نمرة 2، كلمة الله سراج لرجلي ونور لسبيلي. ودي من الآيات المشهورة اللي قالها داود النبي في أطول مزمور كتبه، مزمور 119 وعدد 105. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. لو تعنا إلى العهد الجديد، في آية جميلة جدا قالها معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين إصحاح 4 عدد 12، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. النقطة الرابعة ومن العهد الجديد، معلمنا بولس الرسول كتب لتلميذه توساوس في رسالته الثانية صح 3 عدد 16، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم وللتقويم والتأديب الذي في البر. فكلمة الله نافعة وفعالة وتنفع للتوبيخ وللتأديب الذي للبر. النقطة الخامسة ومهمة جدا لابد اللي احنا نعرفه عن كلمة الله، كلمة الله لا تسقط أبدا أو لا تزول، هي دائمة بديمومة الله وعدم زواده. هو الخالق الأول والآخر، البداية والنهاية، الحي إلى أبد الآبدين. حتى أن ربنا يسوع المسيح قال لنا في متى 24 عدد 35، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. شوف حجم السماء والأرض، وحجم السماء والأرض ده بالنسبة للأجرام السماوية وكل المحيطات والأوضاع والأجرام الموجودة، كل ده يزول، لكن كلمة الله لا تزول، هي دائمة إلى الأبد. السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. نقطة 6، ما هي كلمة الله؟ كلمة الله تحفظنا من الوقوع في الخطية. عشان كده معلمنا داود النبي قال في مزمور 109 عدد 11، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك.
خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. كلمة ربنا بتحفظنا من الخطية وتحمينا من الوقوع في الخطية، ده في حالة لو احنا عارفينها وقريناها وحفظناها في قلبنا ونخبئها جوه، يعني ما نسيبهاش ان هي تطلع او ما نتصرفش من غير الارشاد بيها. كلمة الله تحفظنا من الوقوع في الخطية. نمرة 7، كلمة الله تنقينا او تجعلنا انقياء. ربنا يسوع المسيح قال لنا في يوحنا 16 عدد 13، أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. كلمة الله تنقينا وتقدسنا وتطهرنا. دي مجرد أمثلة بسيطة وسبع آيات تشرح ما هي كلمة الله من خلال الكتاب المقدس نفسه، لكن هناك عشرات أخرى من الآيات. نكتفي بالسبعة دول عشان عنصر الوقت في شرح ما هي كلمة الله. نقطة تانية في السؤال، ماذا ينبغي أن نعمل بكلمة الله أو كيف نطبق كلمة الله في حياتنا، أو بتعبير آخر كلمة الله ونحن؟ أول حاجة لازم نعرفها، وبرضو أتكلم على 7 نقط تانيين، يجب أن نقبل كلمة الله من الله فهي كلمته وليست كلمة من إنسان. يعني طبعا الكتاب بيقول لنا لم تكتب نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. دي في بطرس الثانية إصحاح 1 عدد 21. ففي آباء كتبوا في العهد القديم وفي العهد الجديد، لكن كلهم ما كتبوش حسب مشيئتهم الخاصة ولا كلامهم الخاص، إنما كلهم كتبوا حسب إرشاد الروح القدس، روح الله القدوس. على ضوء كده احنا نقول ان كل كلمة مكتوبة في الكتاب المقدس في عهده القديم والحديث بنقبلها كلمة الله من الله ذاته وليست من انسان. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول بوضوح في التسالونيك الثانية صحاح 2 عدد 13، من اجل ذلك نحن ايضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم تسلمتم منا كلمة خبر من الله وقبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. لا ككلمة إنسان، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله. مش كده زي ما قلنا الكتاب قال كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. نمرة 2، يجب ان احنا نجعل كلمة الله تسكن فينا بغنى، تسكن فينا بغنى. والتعبير ده قال معلمنا بولس الرسول في كولوسي 3:16، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني وروحية بنغمة مترنمين في قلوبكم للرب. يا سلام، يا سلام على التعبيرات الرائعة. نلاحظ كلمة لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. كلمة تسكن مش مجرد بنقرأ الكلمة أو بنعدي عليها مر الكرام. لتسكن فيكم،
ده قال خبأت كلامك في قلبي. لما الواحد بيسكن يقول ده السكن الخاص بتاعي، يعيش فيه، يأكل فيه، يشرب فيه، ينام فيه. كلمة ربنا تخش تنقي القلب، تحفظه من الخطيئة زي ما قلنا، تجعله طاهر ونقي. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. نمرة ثلاثة في النقطة دي، ماذا ينبغي أن نعمل بكلمة الله؟ يجب ألا تبرح كلمة الله من فمنا وندخرها في قلوبنا. سفر أيوب إصحاح 23 عدد 12 يقول من وصية شفتيه لم أبرح، أكثر من فريضتي ذكرت كلامك فيه. وطبعا كلنا عارفين الآية المشهورة في سفر يشوع إصحاح 1 عدد 8، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا. نمر 4، مش بس نقرأ كلمة ربنا، ولكن لابد أن احنا ندرس كلمة ربنا بدقة وبأمانة. ربنا نفسه قال لنا في يوحنا 5:39 فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. خلي بالكم من كلمة فتشوا، زي ما خدنا بالنا من كلمة لتسكن فيكم كلمة الله بغنى، زي ما خدنا بالنا من كلمة خبأت كلامك في قلبي. كلمة فتش الكتب، تعرفين يعني كلمة الواحد بفتش على حاجة. يعني أنا لو في حاجة مهمة جدا ومش لقيها قدامي، مش ببص كده وبعدين أقول مش لقيتهاش وخلاص، لا، بقعد أفتش، أبحث بتدقيق، أقلب الدنيا، أشوف تحت وفوق واللي على الجنب وفي كل حتة. فتشوا يعني فتشوا، فتشوا الكتب. أمسك كلمة ربنا أقراها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وحاول أنا أتفهمها، وأقول له تكلم يا رب لأن عبدك سامع، خلينا يا رب أفهم كلماتك، خلينا أخبأها في قلبي، خلينا يا رب إن أنا أسكنها في داخلي أو أجعلها تسكن جوايا. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم حياة أبدية وهي التي تشهد لي. كلام ربنا عجيب، كلامي هو روح وحياة. عشان كده كلمة فتشوا يعني ادرسها بدقة وبأمانة، وابحث عنها ونقب عليها حتى تجدها وتقول مع داود خبأت كلامك في قلبي يا رب لكي لا أخطئ إليك. نمرة 5، يجب إن احنا نسمع ونعمل ونحفظ كلمة ربنا، مش مجرد نسمعها بس ومش مجرد نقراها بس، ده احنا نسمع ونعمل ونحفظ بكلمة ربنا. فاكرين في إنجيل لوقا إصحاح 11 يقول وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. هنا كانت هذه السيدة الفاضلة بتطوب العذراء القديسة مريم عشان حملت المسيح ورضعته. ربنا يسوع المسيح مقدر كل هذا في العذراء القديسة مريم، إنما هو عايز يخلي الموضوع أعم من كده بكتير. والعذراء مريم عملت أكثر من كده، وكل واحد يقدر يعمل زي العذراء في هذا الموضوع. فقال لها بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. نسمع ونحفظه
والحفظ هنا مش زي حفظ البغبغوات، ولكن حفظ بمعنى تطبيق كلمة ربنا، خبأت كلامك في قلبي يا ربي لكي لا أخطي إليك. عشان كده النقطة اللي بعد كده ومهمة جدا، يجب أن إحنا دي نمرة 6 أن نكون عاملين بكلمة الله وليس سامعين فقط. يقول معلمنا يعقوب في رسالته الإصحاح الأولاني عدد 21 وعدد 22، لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. شوف هنا بيكلم عن إيه؟ فاقبلوا بوداعة كلمة الله المغروسة. شايفين التعبيرات؟ المغروسة، المحفوظة في داخلنا. اقبلوا كلمة الله المغروسة، ولو كانت مغروسة لو كنا مخبيينها في قلبنا، لو كنا بنفتش عليها، لو كنا بنقبلها بغنى. فكلمة الله المغروسة قادرة أن تخلص نفوسنا. وبعدين يأكد الموضوع مش موضوع سماع، لكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. آخر نقطة النهاردة في الموضوع ده، نقطة 7، يجب ألا نزيد على كلمة الله أو ننقص منها. عشان كده ختمت بالنقطة دي في سفر الرؤيا إصحاح 22 عدد 18 و19، لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. إحنا ما يبقاش لنا أي حق إن إحنا نزود أو نحذف من كلمة ربنا. كل الكتاب موحى به من الله، لم تكتم نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. دي مجرد بعض الآيات، صدقوني في مئات الآيات ما هي كلمة الله وماذا ينبغي أن نعمل بها، أو نحن وكلمة الله. الله يعطينا اللي احنا ندرس كلمة ربنا، نفتش عليها، نخبأها في قلوبنا، نعيش بيها ونعمل بيها، ومش نسمعها بس ولكن ننفذها في حياتنا، عشان خاطر احنا بنحيا ونتكلم ونوجد بكلمة الله الفعالة اللي أمضى من كل ذي حيثين واخدم وقوم. ربنا قال لنا كلامي هو روح وحياة. لربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.